يا هلا ويا مرحبا اخواني، شو اخباركم؟ عساكم بخير. صار لي استخدم نظام ايفون 15 الجديد من اول ما نزل بشكل تجريبي في المؤتمر الاخير، لاني انا احد المطورين، واكتشفت اشياء كثيره ما تكلموا عنها جميله جدا، منها ان النظام الجديد يعطيك مساحه اي كلاود لا محدوده مجانيه. ايوه سمعتها، مجانيه، لكن في اشياء تفاصيل لازم تعرفوها، وكثير من الخصائص الجميله اللي صراحه استمتع باستخدامها مع هذا النظام. فاليوم راح اراويكم كل المميزات السريه اللي اكتشفتها. بس قبل لا نبدا، اذا كنت من عشاق الايفون وعشاق شركه ابل، فكروا في اشتراك القناه. دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات، واتوقع محتوى القناه يعجبكم باذن الله، وعندنا هدف نوصل لمليون مشترك. اتوقع ما راح تقصر معانا، خلينا نشوف التفاصيل. الميزة الأولى اللي استفدت منها بشكل كبير في نظام الايفون الجديد هي تعقب الاير تاكس. تعرفوا ان في الاي او اس 14 نقدر نتعقب الاير تاك، وانا عندي 8 منها قاعد اتعقبها، لكن في النظام الجديد في خاصية يخبرك انك ابتعدت عنها وانك انقطعت منها، فهذا شيء جميل. يعني تخيل مثلا شارل زميلك او بوبك وابتعد عنك، هذيك الحين راح يوصلك التنبيه ويخبرك اخر لوكيشن كان موجود فيه، فحسيتها مفيدة جدا للاشخاص اللي عندهم اير تاك. الميزة الثانية واللي عجبتني بشكل خرافي، احيانا الشركات تنزل ميزات في النظام لكنها لما تيجي تستخدمها مش عملية، لكن ميزة اللايف تكست هذه خرافية جدا. اكتب اي شيء، اول ما احط الكاميرا عليه اقدر انسخها، اتصل، اطرش، ارسل، انسخ، اترجم والى اخره. مثل هنا كان عندي اجتماع واريد انسخ هذا الرابط، احطه في تليفوني، هو موجود في الكمبيوتر، كل ما علي اني افتح تطبيق الكاميرا وعلى طول راح يكتشفه، اضغط عليه دبل كليك وراح يفتح الاجتماع بكل سهولة. فخاصية اللايف تكست قوية جدا وسريعة وعملية اكثر ما كنت متوقع. الميزة الثالثة والمهمة جدا، كثير من الاشخاص يعانوا منها، انهم لما يدخلوا مواقع لمشاهدة الافلام، المباريات، التنزيل والى اخره، يتخزن عندهم اشعارات الفيروس، هذا اللي يقول لك ان هاتفك في فيروس او معرض للاختراق، وهو فقط اعلان نزل على تطبيق الكالندر، وسويت فيديو خاص كيف تقدروا تحذفوه. الحين مع نظام 15 ما راح يخلي شركات الاعلانات الوسخة مثل هذه انها تنزل الفيروس او الاعلان او الكالندر في تليفونك، راح يطلع خيار اضافي انت توافق او ما توافق انه يتخزن عندك. وبكذا مع نظام الايفون الجديد راح تنتهي مشكلة التقويم والاشعارات اللي تقول لك ان جهازك فيه فيروس. ومن احلى الميزات اللي عجبتني في نظام الايفون 15 واللي تكلمت عنها سابقا، ان التليفون لو كان في وضع الطيران او مبند اطلاقا راح تقدر تتعقبه. نظام الايفون الجديد خلاص مع ايفون 11 وايفون 12 وايفون 13 واي قطعه فيها اليو 1 شيب، هذا اللي تكلمت عنها بشكل كبير، راح تقدر تتعقبه بدون انترنت وبدون اشتراك وبدون جي بي اس، يعني تقنيه خرافيه جدا. فباختصار الفائده من هذا ان تليفونك لو ضاع وبند وما كان فيه انترنت راح تقدر تتعقبه. كيف؟ راح يستعير انترنت من المره ببطاريه بسيطه جدا عن طريق قطعه اليو 1 شيب، فبكذا ما راح تضيع ايفونك للابد. الميزة الخامسة والجميلة جدا، احيانا اشتري تطبيق واتفاجئ انه مش عملي او في عيوب او في بوكس او انه ما في الميزات اللي كنت متوقع عنها، فاسير موقع ابل بعدها الشات بعدها الى سراسل بعدها تاخر وياخذ يوم مرات ومرات ما يخلصنا اسوي كل هذا، فيضيع فلوسي. الحين في نظام الايفون 15 وبكل سهولة من التطبيق بالنفس تقدر تسير خيار الريفند او استعادة الاموال اللي دافعنها وتكنسل التطبيق، فبكذا راح تقدر تجرب التطبيق واذا ما عجبك تسترجع الاموال. طبعا راح يكون في مدة محدودة، تقريبا استخدام التطبيق لمدة ساعتين، لو استخدمته اكثر خلاص ما راح تقدر تسترجع الاموال، لكن لو استخدمته لمدة نص ساعة ربع ساعة وما عجبك تقدر تسترجع اموالك بكل سهولة من التطبيق بالنفس. ومن احلى الاشياء في نظام ايفون 15 اللي ما حتكلم عنها، انك لما تروح الصور وترفع كذا على فوق راح تحصل كل تفاصيل الصوره اللي ماخذينها، باي عدسه، بسرعه التصوير، بتفاصيل الصوره، بكل شيء، وطبعا الخريطه مثل قبل. يعني بصراحه هذا حلم لكل مصور، خاصه انك تشوف بعد حجم الصوره. ومن الميزات اللي استغربت ان ابل راح تسويها للمستخدمين، انها راح تعطي لاي شخص يريد يغير جهازه
اي كلاود مجاني لا محدود، راح يعمل نسخة احتياطية لا محدودة لكن للأسف لمدة 3 أسابيع فقط. السبب ان ابل تحاول تساعدك تنتقل من ايفون الى ايفون وفي نفس الوقت تريدك تشترك في خدمة الاي كلاود، فالحل الوسط انها تعطيك مساحة لا محدودة لمدة 3 أسابيع علشان تنقل ملفاتك من جهاز الى جهاز اخر. طبعا اوريدي ابل عندها خاصية تنقل اي شيء من ايفون الى ايفون اخر وسبق وشرحتها، لكن هذه الخاصية فيها مشكلة. لو عندك مساحة ايفون 256 جيجا ومساحة 128 جيجا وتريد تنقل المساحة الكبيرة الى مساحة صغيرة ما راح يصير، لكن لو اخترت الملفات وعملتهم باك اب بهذه الخاصية وبعدها نقلتها الى الهاتف الجديد اللي بمساحة اقل راح تقدر تسوي هذا الشيء. فبصراحة هذه الخاصية راح تفيد كثير للناس اللي حابين ينتقلوا من جهاز لاخر بمساحة اقل. طبعا كل هذه الميزات في بيتا 1 النسخة التجريبية الاولى، بيتا 2 راح تنزل في الاسابيع القادمة، بيتا 3 و4 و5 لحد 8 تقريبا. فاذا حابين تشوفوا الميزات الجديدة اللي راح تنزل في الايام القادمة فعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد اول باول. طبعا النظام هذا راح ينزل بشكل رسمي مع اصدار الايفون الجديد ايفون 13 تقريبا في منتصف سبتمبر. حطوا لنا لايك اذا عجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك اذا كنتوا جدد، شكرا واشوفكم على خير باذن الله.